يلا سيبنا لايف. احنا لايف. هاي دكتور توني، هالو، هاي ساندرا، هاو ار يو؟ جود، كيفك أنت؟ all good all good. دكتور، اول شيء a big big thank you على وقتك وعلى your expertise بتحطها بتصرفنا وهالباشن اللي عندك إياها to give back to community. فنحن موضوعنا اليوم حبينا نطرحه معك، موضوع العلاقة بين صحتنا النفسية وأفكارنا والستريس اللي منعيشه تأثيرها على جسمنا. هل في أبحاث جديدة بتفرجي ترابط بين اثنين؟ قدي التأثير، قدي مدى التأثير لكل الناس اللي عم يسمعونا اليوم يلي يمكن عم بيعانوا من أمراض هن مستغربين ليش بلشت عندهم، خصوصي بعمر يمكن ما لازم تبلش بعمر مبكر. الناس يلي عم بتعاني من أمراض مزمنة أو أمراض كرونيك، كمان عنا كتير تساؤلات. هل هي في علاقة، في ترابط بين العقل وال يعني والإيموشنز تبعنا بصحة جسمنا؟ فاليوم إن شاء الله نقدر نجاوب معك بكل هالأسئلة، نقدر نطمن الناس يلي عم بتعاني من حيالها مشكلة بالجسد. هل is it reversible؟ هل فينا نرجع نصحح جسدنا إذا اليوم اهتمينا بعقلنا وبصحتنا النفسية؟ فعنا كتير أسئلة لك وعنا كتير مشاركين كمان، وهوبفلي نقضي معك وقت وين فينا نسأل أسئلة. سو نحن منشجع كمان كل اللي معنا اليوم إنه يسألونا أسئلتهم لايف على الـ Q&A. you can ask anonymously من دون ما تفصحوا عن هويتكم، واسألونا كل الأسئلة اللي بتقطع على بالكم. ودكتور توني هون يعني رح يقضي معنا ساعة ونص من الوقت تنحكي بهالموضوع بالعمق. دكتور، قبل ما أتركك تعرف عن حالك، أنا بس بدي أقول للعالم أنه نحن ما فينا نقشعكم ولا نسمعكم، أنتوا بس فيكم تشوفونا لايف. سو هلأ أنا ودكتور توني لايف، ويلي فيكم تتواصلوا معنا is through question and answer. سو اسألونا كل الأسئلة، استعملوا الـ Q&A على الأب، وفيكم تسألوا مثل ما قلنا أسئلتكم anonymously. ورح نرجع بآخر الـ round table اليوم نخلق safe space مثل العادة وين فيكم تطلعوا live، رح نقلكم كيف، وتسألوا live وتحكوا معنا إذا حبيتوا، أو كمان تسألونا أسئلتكم anonymously وتسمعوا لخبرة غيركم، وكلنا سوا نسأل يعني الأخصائي، يعني يلي هلأ بتعرف عن حالك أكتر دكتور، الأخصائي يلي معنا تنفهم أكتر هالعلاقة والعقل والجسد. دكتور توني كلنا سمع. Thank you Sandra. طيب، فإذا نحن اليوم صراحة هيدا من أحب المواضيع عندي يلي حب نكون على طول عم نحكي فيها ونضوي عليها، يلي هي العلاقة بين الصحة الجسدية والصحة النفسية. أوكي، على طول نسمع نحن بيكون حدا مريض معه كانسر يجوا بيقولوا له أهم شيء المعنويات. هل هالشي صحيح أو مش صحيح؟ هلا منشوف. أوكي، كتير أيام بيكون في مرضى بيكون عندهم أمراض معينة، بيروحوا عند الحكيم بيقول لهم ستريس، بيصيروا يقولوا يا ما عرفوا شو التشخيص، يقولوا لنا ستريس، أو معقول يكون عن جد ستريس. رح نجرب نجاوب على هودي الأسئلة بطريقة علمية وبطريقة نكون عم نوضح الفرق بين مجموعة تداخلات بين الأمور الصحية والأمور النفسية. رح تكون مقسمة السيشن اليوم لعدة كاتيجوريز، رح نكون جرب نغطي كل المواضيع قد ما فينا، ورح اضطر بمحلات كون عم استخدم بعض التعابير يلي هي شوية علمية، ورح نرجع نكون عم نبسطها بطريقة الكل يكون عم يفهم. نحن اليوم الموضوع في بعلم النفس بشكل عام في اختصاص اسمه علم نفس الصحة، health psychology. أوكي، تقريبا من حوالي 100 سنة
اكتشفوا علماء النفس بأنه جسمنا بيعبر بطريقة محددة ومهضومة عن السيكولوجيكال كونفليكتس اللي منعيشها. يعني كتير أيام في مشاعر وأفكار وكلمات ما منعبر عنها بالكلام أو بالمشاعر جسمنا بيعبر عنها. يعني رح أعطي أمثلة أنا كرمال يلي عم يسمعونا يكون عم ببلشوا يفوتوا شوي بالجو. كلنا بنعرف بالقصة الكتير بسيطة إنه ناس تعمل سكري من وراء التعصيب، أوكي؟ أو في ناس لما تكون معصبة بيزيد منسوب السكري عندها، هيدا مثل بسيط. في عنا حالات تانية يلي كمان نحنا بنعرفها، كيف أشخاص بتقول أنا أيام بتزيد الميجرين عندي على التعصيب، أو أشخاص بتقول إنه أنا الميجرين عندي بتروح لما أكون ريلاكست. اوكي، هودي أمثلة. بعلم الطب الصيني، I'm not promoting، يعني ما عم بعمل دعاية لولا فيلد، بس كتير بيركزوا كيف المعدة هي دماغ تاني إلى آخره. سو بعلم النفس من حوالي 100 سنة صافي عنا هيدا الفيلد يلي بيعتبروا إنه فينا نفصل بين جسمنا وحالتنا النفسية. يعني الجسم بيعتبروا الطريقة يلي السايكولوجيكال كونفليكتس معقولة بينه فيها. وأبسط مثال، كلنا بنعرف إنه في كتير أشخاص لما تكون قلقانة بتعمل بانيك أتاك. بانيك أتاك هي أبسط مثال إنه كيف القلق بأفكارنا بيبين من خلال جسم. أوكي، بهيدا الفيل كمان بيشوفوا العلاقة بين الستريس ومختلف الأمراض. رح نكون عم نجرب شوي نحن نغطي بعض الأمراض اللي في دراسات علمية عنهم، والهدف نكون عم نشوف how to deal with stress, how to manage my stress، وكيف أحمي حالي لتجنب المرض. أوكي، هلا رح نكون عم خبر هيك شوية قصص مهضومة وقصص قصص علمية. كان في حكيمان قلب أمريكان اكتشفوا، كان افتتحوا كلينيك جديدة، عيادة جديدة، اكتشفوا انه الكراسي بالويتينج روم عندهم، يعني المرضى اللي عندها مشاكل بالقلب لما عم تجي على المعاينة، يعني لتكون عم تشوف الحكيم بالكونسلتيشن، اكتشفوا انه الكراسي بوقت كتير قليل كانت عم تتكسر او عم تنتزع. سو صاروا يراقبوا ويلاحظوا بانه المرضى يعني لما عم بتكون ناطرة بالويتينج روم قد ما عم بتكون عصبية، بتكون قاعدة وعم بتهز على الكرسي أو عم تستخدم الطاقة العصبية اللي عندها بالمكان اللي هي موجودة فيه. سو هود الطبيبين يلي هن أطباء قلب بلشوا قصات عن إذا عنا a certain type of personality that prepares us for a physical disease. يعني جربوا يشوفوا إذا في شخصيات معينة معرضة أكثر من غيرها إنه تعمل مشاكل بالقلب. So اقترحوا، كانت من وحدة من أولى النظريات بعلم نفس الصحة، إنه عنا type A type B، رجعوا بعدين قالوا إنه في type C type D إلى آخره. type A شو يعني؟ A يعني aggressive، اوكي، اذا بالفرنسي بنقول اكم لاباي، مثل النحل. يعني في اشخاص ما فيها تقعد بمحل واحد، لازم على طول تحرك، لازم على طول تنبش على حركه على نشاط. سو في اشخاص بتكوين شخصيتها هي اجريسيف، بالها قصير، انفعاليه. اكتشفوا انه الاشخاص اللي عندها هالسمات بشخصيتها معرضه اكثر من غيرها انها تعمل مشاكل قلب. رجعوا اكتشفوا بعدين انه تايب بي معرضين يكون عندهم مشاكل صحية اقل، تايب سي هي للكانسر، تايب دي الى اخره. هيدي كانت اولى النظريات. هلا نحن لا كتير ما بنعلق عليها لانه اتطور كتير علم النفس من بعدها، بس اللي فينا نقوله انه كبداية الامور انه الانفعالية والتعصيب والاشخاص يلي بنوعية حياتها واللايف ستايل تبعها هي على طول بحالة منافسة، بحالة
ستريس، بحالة ضغط، بحالة متابعة للأمور، معرضة أكثر من غيرها لتعمل مشاكل بالقلب، إن كان الشرايين، هيلا مشاكل بالقلب يلي نحن بنعرفه. أوكي، فهي كانت بداية القصص. من بعدها بلشوا كل الدراسات يلي كانت عم تنعمل على الديبرشن، الكآبة، أوكي، الكآبة النفسية بكل بساطة، بلشوا يكتشفوا إنه الكآبة it is an inflammatory disease، يعني فيها inflammation. لما نقول inflammation شو يعني؟ يعني مثل كل الأمراض يلي فيها inflammation، يعني الأشخاص اللي بتكون موجوعة تاخد دواء، دواء اسمه anti-inflammatory، يعني هو دواء بيخفف الinflammation. أوكي؟ إذا الوجع يلي هو بجسمنا هو inflammation، يلي لقلو هو دواء بيخفف هالحرقة، إذا بدنا بخفف الالتهاب. بل كل الدراسات لما صارت تتطور عن ديبرشن، اكتشفوا إنه ديبرشن مربوطة بدورة بمشكل بالإميون فانكشن، بمشكل بالمناعة. أوكي؟ اكتشفوا بأنه في كتير خصائص مشتركة بين الديبرشن وبين كل الأمراض اللي لها علاقة بالمناعة. سو صاروا يعتبروا أنه الكآبة هي مربوطة بمشكل كمان جسدي بأهل الأشخاص لتعمل كآبة. هيدي كبساطة هيك عم نجرب فسرهم بطريقة بسيطة، وهيدي الرسمة بتفسر شوي الأمور. الأشخاص يلي هي بتتعرض بحياتها لقسم كبير من الستريس، أوكي، هالشي بيخلق an excessive inflammation، بيأثر على جهاز المناعة عنده، أوكي، وهالشي بيودي بقسم كبير من الدراسات يا أما لعوارض الديبرشن أو لمشاكل بالقلب. هودي كانوا بداية الدراسات. أوكي، السؤال هو هلأ هودي رح نرجع لهم، شو العلاقة بين الستريس والأمور النفسية مع صحتنا؟ أوكي، رح جرب شوي بسطة. شو هو الستريس؟ الستريس هو حيلا شيء جديد بيفرض على جسمي يعمل adaptation، يعني حيلا أمر جديد أنا بدي أتأقلم معه. هالأمر الجديد فيه يكون إيجابي حلو، فيه يكون سلبي. يعني العرس كل بيعرف إنه العرسين لما يكونوا عم يحضروا لعرسهم يكون عندهم ستريس. سألوا العرسين ليش بنهار عرسهم ما بيأكلوا بالعشاء، يكونوا عاملين أيام جرام مارياج وعرس طويل عريض وأفخم بفيه، بس بيحسوا ما هم قادرين يأكلوا، بيكونوا موترين، ستريس. ولد الصغير بيكون عنده رحلة، عنده بيكنيك تاني يوم بالمدرسة، ما بينام بالليل، رحلة هي شيء حلو بس الشيء بيعمل له ستريس. أوكي؟ هلا بس هالستريس الإيجابي بيجي نهار وبيخلص، بس الستريس يلي هو الضغوطات اللي بنتعرض لها يلي بتطول بتفعل الجهاز اللي منسميه نحن fight or flight system. شو الفايت اور فلايت؟ هو لما الجهاز العصبي عندنا يلي هو السمباتيك نيرفس سيستم بيصير عم يشتغل ليعطينا الطاقه كرمال نتصرف. يعني اذا بدنا نبسطها، اذا انسان عم يمشي بالغابه بيسمع صوت بخوف، ببلش يخطر على باله معقول يكون في حيوان مفترس، بيلاقي حاله بانه صار في طاقه بجسمه، دقات قلبه عم بتزيد، عم بيصير عنده تنفسه عم بيزيد، هالشي بيعطي طاقة كرمال إذا شاف شي خطر يقدر يا يهرب أو يواجه مصدر الخطر. إذا هيدا شي طبيعي، بس لما الستريس يضاين لوقت طويل، يعني يكون عم يتعرض الإنسان لضغوطات لوقت طويل، هيدا الشي بفعل بجسمنا، جسمنا شو بيصير؟ أنا عم يشتغل الفايت أور فلايت، فايت أور فلايت. سو أنا بكون جسمي عم يفرز هرمونات الأدرينالين يلي هي بتعطيني الطاقة، كلنا نعرف شو الأدرينالين. أدرينالين لما يطول بالجسم لوقت طويل هو بيصير في عندي أدرينالين نور أدرينالين، excessive amount of أدرينالين and نور أدرينالين بالجسم
ببلشوا يبدوا هرمون هي بنسميها جلوكوكورتيكويد يلي هي مزيج بين الجلوكوز والكورتيزول يلي نحن بنعوزه ليعطونا الطاقة. بس لما يبقى الستريس لوقت طويل أدرينالين نور أدرينالين جلوكوكورتيكويد هيدا الشيء بيأثر على جهاز المناعة بالجسم وعلى الجهاز العصبي. أوكي؟ فإذا هيدا الرسمة ما بدي كتير زيد عليكم بس نحن نفهم شوي كيف الأمور مربوطة ببعضها. أوكي؟ فإذا لما أنا يكون في عندي ستريس لوقت طويل هيدا الشيء عم ببدي رسالة لجلاند بالدماغ اسمها البيتوتري جلاند كرمال تكون عم تفرز الهرمونات لتتصرف. سيمباتيك نيرفس سيستم بيكون عم يشتغل بيكون عندنا ان اكسسيف اماونت اوف كورتيزون اتسترا. هيدا الشيء على المدى البعيد بيشغل شيء بنسميه نحن اتش بي اي اكسس يلي هو هي الـ HPA axis. هلأ ما بدي كون كتير عم زيد عليكم اللي هو مزيج بين الهايبوتالاموس والبيتوتري جلاند. الهايبوتالاموس بس لبسط لكم هو جزء بدماغنا مسؤول عن عدة أمور رح لكم شو هو: حرارة الجسم، الجوع، العطش، الطاقة الجنسية، المشاعر. أوكي؟ مسؤول كمان عن كتير من الوظائف العضوية البيولوجية. يعني هالشي بيفسر الإيموشنال إيتينج ليش أيام منكون معصبين مناكل. الهايبوتالامس ما هو ذاته مسؤول عن هول الاثنين بكل بساطة. بتويتري جلاند هي مسؤولة عن عدة وظائف نفسية وبيولوجية. سو لما يكون عندي ستريس لوقت طويل ويكونوا هن عم يشتغلوا هالشي بيخلي الأندوكراين سيستم يعني الوظائف الداخلية بالجسم تكون عم تشتغل بطريقة مبالغ فيها وهالشي بيتعبها وبيأثر على جهاز المناعة. واضحة لهلأ ساندرا؟ أوكي. إذن هيدا كانت بداية تفسير إنه ليه الستريس مربوط بكتير من الأمراض اللي إلها علاقة بجهاز المناعة. هالشي منبلش رح نبلش نشتغل هلأ مرض ورا مرض. أنا أول بدك أوكي. My mom had thyroid cancer after a shock in our family. She lost a child. هل هن مترابطين إنه thyroid cancer مع shock؟ thyroid غدة. سؤال تاني. I'm going through a stressful period. I am now diagnosed with a cyst in my breast. Are they related? Okay. آخر سؤال. Are there certain cancers that are linked to certain life issues? يعني هل في cancers معينة خاصة بمراحل من حياتنا أو مشاكل معينة من حياتنا؟ Okay. تمام. يلا. لأنه نحن هلأ رح نبلش نحكي عن الستريس والكانسر. أوكي. بدي ما كتير تركزوا على السلايدز، أنا بحط السلايدز بس لسبور، ركزوا معي على الحديث أكثر. أوكي. كتير أيام مثل ما قلت بيجي المريض معه كانسر بيجوا بيقولوا له أهم شيء المعنويات. أوكي. قديه هيدا الشيء مزبوط؟ أول ما من حوالي 30-40 سنة كان في بعلم النفس كان في نظريات بتقول بأنه الستريس بيسبب الكانسر. الستريس بيسبب الكانسر. كان في نظريات بتقول أنه الستريس أو التعرض لتروما معينة بيسببه الكانسر. اسمه يعني نظريات اسمه بالفرنسية أونكوجينيز، يعني هو الستريس النفسي اللي هو بيسبب الكانسر. نظريات بارت منا إذا بدنا ناخد اللي كنا عم نقوله هلأ. أوكي. كيف بأنه الستريس بيبطي جهاز المناعة فالشي بيخلي التيومر تتطور. أوكي. إذن الستريس هو فاكتور
that accelerates cancer. بس اليوم نحن ما فينا نقول that it is the direct cause. خليني أوضح الأمور كلها بحدة بحدة. اليوم الكانسر كل بيقول إنه it is related to biological reasons. Okay. It is accelerated by stress. يعني أيام بيجي أشخاص بيكون عندها استعداد بيولوجي للكانسر بالجينات أو they were exposed to some products بحياتهم عندهم استعداد بيولوجي للكانسر بس الكانسر بيبين لما يمرقوا بستريس كبير بحياتهم. أوكي؟ شو بيعني هالشيء إذا بدنا نجرب نبسطها؟ نحن كلنا بنحمل بجسمنا خلايا كانسر. أوكي؟ اليوم التعرض لنوعية حياة صحية أو غير صحية إلى آخره، الشيء بيخلي هالخلايا تتفاعل بسرعة أو ما تتفاعل. الستريس هو فاكتور أساسي بيخلي هيدي الخلايا تقضى. مش هيك عم نقول بأنه possible link between stress and cancer في عنا mixed results. في دراسات بتفرجي أنه في أشخاص من وراء الستريس كانسر بيّن بسرعة ومنشوف أشخاص حياتهم ما كان فيها أبداً ولا نوع من الستريس وعملوا كانسر. الأكيد يلي فينا نقوله نحن أنه المتابعة النفسية للكانسر كتير مفيدة وكل الدراسات اليوم بتفرجي قدي قسم كبير من مرضى الكانسر يلي بيتقدم له المتابعة نفسية مع الدواء هالشي قدر وعم بحكي عن دراسات علمية بكل بلدان العالم قدر حتى يزيد السورفايفل ايج عندهم يعني قدي خلى يا أما العلاج يتفاعل بطريقة أحسن أو حتى الأشخاص قدروا يعيشوا أكثر من غيرهم يعني السورفايفل ريت كان أعلى من أشخاص ما كانت عم تحصل على متابعة نفسية. هلا لكل نوع كانسر في له psychological aspect. أوكي هون يمكن هيدا النقطة كتير مهمة ومش كتير يعني بينحكى عنه على طول. اليوم في دراسات بتفرجي مثلاً أنه في بعض الأشخاص يلي بتكون عم بتعيش شيء من سمين إحنا سندريلا سندروم. شو سندريلا سندروم؟ بتعرفوا كلكم قصة ساندريون. ساندريون يلي كانت تقضيها تكدح وتفلح وتتعب بحياتها كرمال مرت بيا وبناتها. أوكي؟ هي اسمه سندريلا سندروم. أوكي؟ فإذا في بعض الدراسات بتفرجي أنه في بعض الأشخاص يلي بتعمل بريست كانسر بتكون هي بحياتها كتير عم تكدح وكتير عم بتكافح وكتير عم تتعب. بمعنى بتكون أشخاص عم بتضحي بحياتها عم بتضحي براحتها وباهتمامها بصحتها وبسعادتها كرمال غيرها تكون عم تكدح. هيدا النوع من التعب بيولد هيدا النوع من الستريس يلي بيزيد الاستعداد للكانسر. هلا السؤال اللي نسأل إذا في أنواع كانسر مرتبطة بالستريس تكون كتير صريح وعلمي بجوابه. الأطباء بيقولوا إنه في نوع كانسر واحد يلي هو it's a particular type of ovarian cancer it's related directly to psychological factors. يعني معقول يكون يا تروما أو stressful situation معينة هي السبب. هلأ بقية أنواع الكانسر مثل ما أنا عم أقول في دراسات بتفرجي إنه الستريس هو كان الكاتاليزاتور أو هو يلي عجل فيها. أوكي في بعض الدراسات بتقول إنه في أشخاص كان الستريس هو يعني ليه هيدا الشيء لأنه مثل ما عم أقول لأنه الإكسبوجر للستريس عدا تأثيره على الهرمونات اللي إحنا عم نقولهم الستريس كمان بيأثر حتى على الجينات. أوكي تكوين الجينات منشان هيك مثلا الأشخاص اللي عندها ستريس يكون عندها تجاعيد بوجه أكتر بتعيش أقل من غيرها لأنه الستريس بيخلي بالكروموزوم في بارتي اللي هي مسؤولة عن طولة العمر الستريس بيخليها تقصر بمحل معين يعني بيأثر حتى على القياس تبعها. أوكي هلأ الفكرة ليش أنا هالقد عم كون دقيق بجوابي لأنه نحن ما بدنا نخلق عند مرضى الكانسر شعور بأنه
حالتهم النفسية هي المسؤولة عن خلاصهم أو عن شفائهم أو عن مرضهم. لأنه اليوم إذا أنا بجي بقول له لمريض أهم شيء معنوياتك، أوكي، وصار يشتغل على معنوياته وكان قوي، بس كان الكانسر التيومر متطور كتير وما تجاوب مع العلاج، شو راح بتكون النتيجة؟ بيكون عم بيعيش دبل ديبريشن، ديبريشن إنه حالته الصحية منا منيحة، والديبريشن الثانية إنه هو جرب يكون قوي واشتغل يكون قوي نفسياً وهالشي ما فاده. سو مشان هيك الموضوع دقيق، أوكي؟ هلا هون أنا بدي أفسر شغلة بعد. كل الدراسات وحتى خبراتنا، يعني كل يلي بيشتغلوا بالسايكو أونكولوجي، السايكو أونكولوجي هو علم نفس السرطان، أوكي، يعني ليلي ما بيعرفوا نحن عملنا بيصير مرة سبورت جروب لل family members of cancer patients. يعني أنا شخصياً بارت كبير من حياتي ومرافقة نفسية لمرضى السرطان وأهلهم، وهيدا بعتبرها القضية يعني بحياتي، وإن شاء الله ترجع الأيام لهالشي يصير معمم بكل القطاع الصحي يعني بلبنان وبالعالم العربي. بس اللي أنا في لكم إياه من كتير خبرات، مرضى الكانسر لما يتأملون ما كان يعبروا فيه عن مشاعرهم، خاصة إذا كان في تروماتيك إكسبيرينسز أو حالات أذى أو قصص انجرحوا فيها بحياتهم، يعني هودي هلأ رح نحكي عنهم، أوكي؟ إذا في قصص انجرحوا فيها إن كان خيانة أو ريجكشن أو مشاكل أو حالات ريجكشن تخلي إلى آخره، مريض الكانسر لما يتأمل له السبيس ليعبر عن مشاعره بالطريقة المناسبة ويطلع المشاعر إذا كانت علقانة جوا من خلال البكاء أو التعبير، أوكي، مريض الكانسر بيقدر يلاقي حاله نفسيا وصحيا أفضل، يتجاوب مع العلاج ومع النصايح الطبية بطريقة كتير أفضل، أوكي. وتقلكم أنه حتى نحن بفترة معينة كنا عم نقدم art therapy, music therapy للكانسر بيشنتس، لأنه هيدا الشيء بيخفف resistance تبعهم بيخليهم بسرعة يكونوا عم بيعبروا عن مشاعرهم بطريقة كتير أفضل، أوكي. بتمنى يلي سألوا الأسئلة إذا عندهم أسئلة بعد أو شيء يكونوا عم يسألوا، أنا مستعد جاوب. أكيد في أسئلة؟ لا، تعليق بس منك دكتور، انه يعني يلي شفته انت من خبرتك انه اذا صار في متابعه وصار في سبورت في مجال كمان انه حدا يتحسن صحيا، صح؟ طبعا عم اقول لك انه كل مش بس من خبرتنا، دراسات معموله ونشرت بمجلات، مريض الكانسر يلي بيتامل له متابعه نفسيه، اوكي، في كتير دراسات بتفرجي انه بيعيشوا حتى أكثر من الأشخاص الثانية. ليه؟ لعدة أسباب. أول شيء مريض الكانسر ما هو تحت بريشر، تحت ضغط، عم يفكر بالموت كل الوقت، عم يفكر شو بده يصير بحياته. إذا هو ما تأمل له متابعة نفسية، يعني إذا فات بسوشيال ايزوليشن، أوكي؟ القلق اللي عنده كيف بده يعبر عنه؟ أوكي؟ يا بده يلجأ للدخان أو للألكول أو للأرجيلة أو لتفيق بالأكل أو بيصير ما يلتزم بعلاجاته. فإذن هيدا أول شيء في indirect relationship. تاني نقطة، مريض الكانسر إذا ما عبر وضل عايش من جوا بقلق وبحزن ما عبر عنه، القلق والحزن كترته كلنا شفنا كيف تأثر على المناعة. بينما لما يتأمن المكان ويعبر ويكتشف خبرات إيجابية ومشاعر إيجابية، هيدا الشيء رح يوطي الستريس ليفلز ورح بيزيد مناعته. اوكي، في أسئلة بعد عن الموضوع، عن موضوع الكانسر؟ اوكي، فإذا هيدا أول نقطة عن الكانسر. وإذا في بعد أسئلة بليز أنا بيهمني يعني نكون عم نحكي فيهم. وبيسوى إذا شي مرة نعمل جلسة بس عن الكانسر، فينا حتى نكون عم نحدد فيها كل نوع كانسر، شو العوارض النفسية الخاصة فيه، أوكي؟ يعني البروستات كانسر غير تيرويد كانسر غير أوفارين كانسر، أوكي؟ أنيبو.
فإذن هلا في بعض المشاكل الصحية والطبية هي مرتبطة مش ضروري يكون السبب المباشر، وإنما في كتير أسباب نفسية هي بتأثر عليها. فإذن هودي بنسميهم نحن psychophysiological disorders، أوكي؟ يعني يلي هو في عن جد مرض جسدي عنده بعد نفسي قوي، أوكي؟ وحدة من هودي الكيسز يلي هو شيء بنسميه نحن broken heart syndrome، ما بعرف إذا اللي عم يحضرونا يكونوا سمعين فيها، أوكي؟ هن أشخاص لما تتعرض ل strong emotional event، car accident، news of a death، armed robbery، surprise، بعيد ميلاد، لأنه قلنا الستريس أيام في يكون إيجابي، أوكي؟ كتير أشخاص لما تتعرض ل emotional stress كتير عالي بيعملوا شيء مثل cardiac distress، يعني هو مثل عارض بالقلب، سببه هو هالستريس اللي تعرضوا له، وهيدا بيصحوا منه بسرعة لما الستريس يخف أو مع المتابعة النفسية. فهول الكيسز of the broken heart syndrome هن كانوا من الكيسز يلي خلوا علم النفس يجرب يدرس قدي أمراض القلب مربوطة بالأمور النفسية. من شانيك اللي نعرف بأقسام القلب المستشفيات بيحددوا أوقات الزيارات مش مثل بقية الأقسام، يعني عادة مريض بأقسام القلب المستشفيات بيكون في وقت الزيارات بس ساعتين أو ثلاث ساعات بالنهار، لأنه القلب كتير مرتبط بالستريس وبالبرشر. أوكي، فإذا هون خلونا نكون عم نفوت فيهم بحدة بحدة. فإذا نحن بيكون عندنا هون حالة صحية طبية مظبوطة، وفينا نقول بأنه في كتير أسباب نفسية هي عم بتأثر. أوكي، شو معقول تكون هيدا الأسباب النفسية؟ مثل ما قلت أنا فيها تكون هي يا أكسلريتر أو سبب مباشر، فيها تأثر على التريتمنت، وفيها أيام الستريس يزيد العوارض الصحية. يعني أيام بيجي مريض سكري، أوكي، بيكون يمكن معه سكري من 20 سنة، بس بيصير معه شي مشكل بحياته، يمكن ابنه بيعمل كار أكسيدنت، أو بيتوفى حدا قريب منه، أو بيعمل مشكل كتير كبير بالشغل، بيخلي السكر يزيد، بتصير الأدوية ما عم تعطي نتيجة، بيوصلوا للأمبوتيشن. يعني عم بعطي مثلا نحنا نفهم كيف الستريس could be the accelerator. شو هن هودي القصص؟ خلونا نفوت فيهم بحدة بحدة. مشاكل القلب، أوكي، يلي هي type A بالpersonality، أوكي؟ منشان هيك مريض القلب شو يلي بينشغل معه؟ بنشتغل معه أول شيء كيف يتعلم يكون بستيت أوف ريلاكسيشن، يعني كيف ينتبه إنه لما يكون معصب كيف جسمه بيتفاعل مع الموضوع. يعني في كتير تكنيكس اسمهم بيشبهوا البايو فيدباك. بايو فيدباك هي تكنيك كتير حلوة، يلي إتس ديفايس بيكون البيشنت كونكتد عليها، وبيصير يشوف كيف من خلال أفكاره كيف جسمه بيكون عم يتفاعل، بيكون عم يتعلم من مريض التقنيات يلي كيف هو يعمل كنترول على جسمه. أول نقطة. تاني نقطة منبلش نشتغل إنه كيف بينظروا للستريس، لأنه المشكل عند مرضى القلب إنه أقل ضغط بحياتهم أو صعوبة بيبالغوا بتقديره، بحسوا إنه هن مجبورين بسرعة يكونوا عم يدخلوا ليحلوها. فنبلش نشتغل معهم انه كيف ينظروا للمشكل بواقعية ليتعلموا يحلوا المشكل اولا على الرايق، ويفهموا ان عندهم كتير ريسورسز ليلاقوا الحل لهالموضوع. هودي مشاكل القلب. الهايبرتنشن يلي هي كمان كفاية عن مشاكل القلب، وهون كلنا منعرف انه مؤخرا صار في كتير شباب عم بيبين عنده مشاكل قلب. شو بينعمل لما بيكونوا يعملون هولتر او شيء؟ بيقولونهم انه بتكون حطوا الهولتر وبيشوفوا اذا الضغط عم بيزيد بالنهار او بالليل. اوكي، انه اذا عم بيزيد بالنهار بيعني شيء، وعم بيزيد بالليل بيعني شيء تاني.
فبهيدا الحالات إذا سبب الضغط هو نفسه ستريس مشاكل معينة أوكي، بهيدا الحالة الأفضل يكون عم يتأمل متابعة نفسية كرمال المريض يتعلم ينظر للستريس بطريقة فيها إيجابية أكثر. أوكي، إذا عندنا أسئلة بليز ما تستحوا يعني، بس أنا لأنه بدي جرب أني غطي أكترية المواضيع بالوقت يلي مقدم لأني. المايجرين، مايجرين ميجرين، ببعض الدراسات بيسموها هي لما التعصيب بيطلع على الرأس بأي معنى. هلا كمان نرجع منقول انه ما فينا نجي نقول انه حدا عنده ميجران يعني السبب الميجران هو سبب نفسي، لا، بكتير من الحالات الميجران فيها تكون مربوطة بمشاكل معينة بالأعصاب أو بشرايين الدم، في أشخاص أنواع معينة من الأكل، أنواع معينة من الجبنة، من الشوكولا، من اللمبيد بتسبب لها حساسية بتسبب ميجران. أوكي، بس في أشخاص بتكون كل هذه الأمور منا موجودة عندها تكون عم تعمل ميجران. بهيدا الحالة بيكون بروفيل الشخصية عندهم كتير بيعصبوا، والتعصيب ما بيعبروا عنه بالوقت المناسب باللحظة المناسبة أو بوقتها، بيصيروا يكبتوا يكبتوا يكبتوا، يعني they implode بمحل معين الميجران ده تطلع على الرأس. السبب الثاني النفسي اللي معقول يكون للميجران إذا الشخص بده يأخذ قرار بحياته، يعني أشخاص عنده قرارات كبيرة بحياته بده تاخذها، ارتباطات، خيار بين شغلتين، بين شخصين، بين وظيفتين، وما عم تعرف كيف تأخذ القرار، هالصعوبة باتخاذ القرار هالخيارين بتبين بالميجران. أوكي، بهيدا الحالة كمان يلي بينعمل هو نتعلم كيف نعترف بوجود الستريس، نتعلم كيف نقرر إذا المشكلة هو باتخاذ القرارات، أو نتعلم كيف نعبر عن مشاعرنا بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. أوكي، الربو كمان، الربو في كتير دراسات تعتبر أنه الربو مرتبط بكتير أسباب نفسية. أوكي، أصلاً إذا نجرب ببسطها شو هو الربو؟ هو خنقة. فإذا الأشخاص يلي معقول يكون في حيالة شيء بيسبب لها خنقة بحياتها، أوكي، فيها تكون فاكتر عم بيزيد الاستعداد للربو. أوكي، مثل ما عم بتلاحظوا it is an inflammatory disease. أوكي، depression is an inflammatory disease. عم تفهموا اللينك هلا؟ أوكي، فإذا الربو بدنا نزيد ما حطيتهم بالسلايدز، يلي هو كل أنواع مشاكل المعدة من الريفلوكس إلى آخره. أوكي، وهون الكل بيعرف الأشخاص يلي عنده ريفلوكس هن بيقولوا إنه كيف أيام على الستريس أو التعصيب بيحسوا بحرقة بجسمه، يعني بينتبهوا بيصيروا بيناموا بيعلوا المخدة، بينتبهوا على نوعية الأكل، القصص يلي بيتجنبوها إلى آخره. بس مع هيدا وكله لما يكون في تعصيب بتبين بالمعدة. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا المعدة هي دماغ تاني. أوكي، وهون كل هودة مربوطين بشي نفسه هلأ رح نحكي عنه يلي نحن بنسميه الألكسيتيميا. الألكسيتيميا هو كونسبت هلأ رح نحكي عنه يلي هو قدرة الشخص على تحديد مشاعره والتعبير عنه. أوكي، هودة فأزهن لما يكون عنا حالة صحية مظبوطة أسباب نفسية تظهرها وبتوديها. أوكي، عنا أسئلة شيء قبل ما ننقل على فكرة تانية مختلفة عن يلي ذكرناهن أو منكفي؟ أوكي، so it seems ما في أسئلة، رح منكفي. هلأ نحن بدنا نميز بين السايكوسوماتيك ديسيز يلي أنا ذكرتهم بين بعض الحالات. أوكي، يلي بيكون عنا عوارض جسدية. أوكي،
بس هي منا مرض بحد ذاته، رح كون عم فسرهم وحدة وحدة. اوكي، في عنا شيء بنسميه نحن somatization disorder. بأي معنى؟ في أشخاص بتكون أكترية الوقت عم تتزمر أو عم بتنق بأنه هي موجوعة متضايقة. أوكي؟ بنعمل الميديكال تشيك أب. أوكي؟ بيكون في حكيم بيقول أنه أنا ما عندي تفسير طبي يفسر الوجع. أوكي؟ بس بيكونوا عم يعتبروا أنه يمكن الانكزايتي أو سبب نفسي عم بيزيد التعبير عن الوجع أو عن هالاضطرابات الجسدية. شو التفسير لهي الموضوع؟ أوكي؟ في عدة تفسيرات. أول تفسير فيكون بأنه الشخص هيدي طريقته ليعبر عن وجع معين عم بيعيشه. يعني في أشخاص بتكون عم بتحس حالها متروكة، موجوعة، عم بتواجه صعوبات بحياتها. ما رح تجي تقول أنا خيفانة قلقانة، لأنه اجتماعياً منه مقبول نقول أنه أنا خيفان الآن. أوكي، أنا زعلان. سو كيف الأسهل نعبر عنه؟ قول بأنه أنا موجوع جسدياً. أوكي، منشان هيك لأعطي مثل، الأشخاص يلي بتعمل عملية قلب مفتوح قسم كبير منهم بعد العملية بيعملوا ديبريشن، بس ما بيجوا بيعبروا عن ديبريشن، بيقولوا أنه أنا خيفان، أنه معقول موت، نعمل لي عملية قلب مفتوح هلقد خطرة، بقيت بالآي سي يو لوقت طويل. ما بيعبروا بهالطريقة، خاصة إذا كانوا جايين من باك جراوند أنه نحن قوية ما لازم نعبر. هالشي منه مسموح اجتماعيا. سو كيف بيعبروا عن ديبريشن؟ بيصيروا يقولوا أنه أنا موجوع، تعبان، عم حس ما عم بقدر اشتغل، ما عندي طاقة. هودي التعابير هي تعابير عن حالة ديبريشن. بهيدي الحالة كمان نحن عم نحكي عنها هون سوماتيزيشن، هي أشخاص منا معودة تقول أنه أنا خيفانة، حزينة، قلقانة، عتلانة هم. سو بيعبروا عنا بطريقة جسدية. أوكي؟ واضحة؟ أوكي. شو معقول يكون الأسباب؟ هودي يلي نحن عم نقولون. أليكسيتيميا يلي أنا عم قلكن عنها، اتز ميديكال كونسبت. هيدا الكونسبت يعد شيء كتير أساسي وجديد بالميدسين وبعلم النفس، لأنه بيفرجي قدي كبت المشاعر معقول يكون مرتبط بكتير من الاضطرابات الجسدية. أوكي، وأكشلي في سكيل بتقيس نسبة الأليكسيتيميا عند الأشخاص، وفي قد ما بدكم دراسات انعملت عن العلاقة بين الأليكسيتيميا والبريست كانسر. هيدا شيء كتير كومن. أوكي، الصعوبة بالتعبير عن مشاعر، خاصة المشاعر السلبية والمشاعر الثقيلة. أوكي، قد هي مربوطة بكتير من الأمراض مثل بريست كانسر، مشاكل القلب. أوكي، كل يلي عم نذكرون. أوكي، absorption، في أشخاص defense mechanism يلي بتعملها أنه بتكون عم تعمل فوكس بس على خبرتها الشخصية، سو هالشي بيخليها تعلق على حيالة سمتم عم تحسه بجسمه وتكون عم بتضخمه وتكبره لتعمل منه سيناريو أنه أنا عندي مرض إلى آخره. أوكي، فإذا هودي صرنا نحن بغير كاتيجوري، بس مهم نكون عم نحكي عنهم كمان. أوكي، إحنا تنستفيد نحن شوي من الراوند تايبل، رح كون عم بحكي بعد بس عن نقطتين ونرجع بعطي مجال للأسئلة الراوند تايبل. إيه، عن سؤال هيدا سوري، عن سؤال أو حدا عبر عن شيء بركي بدك تعلق عليه. في يوزر كان بيقول أنا بحط كتير بقلبي، بضل خايف الناس القراب يموتوا، كيف فيه ما أسخن من هالشغلة؟ أوكي، بعبي بقلبي، بخاف إنه الأشخاص اللي مقابلة ما يموتوا. أوكي، كيف فيه أنا ما أسخن منه؟ أوكي،
هون بهيدي الحالة بدها تجرب شوي تميز الأفكار، إذا أنا عندي evidence إنه معقول الأشخاص تموت أو هو مجرد قلق. يعني هون صرنا بالanxiety. Okay, that's a form of obsession. هذه صارت obsession عم تجي عندي إنه أنا عم فكر كل الوقت إنه معقول الشخص اللي من قبيله يموت. هيدا القلق كثرة التفكير بدها تبين بمحل بمشاكل بالجسم. أوكي؟ طبعا أصفل منها بدي عالجها، بدي عالج الأوبسيشن. فيه جرب عالجها لحالي. أوكي؟ أن يكون عم ميز إذا هالأفكار عندها evidence أو هي مجرد أفكار. أوكي؟ وبلش عود حالي أن هيدي أفكار منا حقيقية، يكون عم بلتهي إلى آخره. وإذا لحالي ما مش الحال، يسوى أكون عم أحصل على جلسات دعم نفسي، لأنه في كتير تقنيات فعالة وناجحة بهيدا الإطار. أوكي؟ منشان هيك بس جواب على هيدا السؤال كمان، في كتير أشخاص كثرة الأوبسيشن عندهم، يعني لما يكون عندهم كتير قلق وطريقة تفكير سلبية بمحل، بيصيروا يعبروا عن قلقهم أيام ببانيك أتاكس وأيام بتصير تبين بدياريا. من هيك الأطباء بيقولوا لأنه ضروري نعالج القلق النفسي اللي عندك، لأنه إذا ما تعالج على المدى البعيد فيه سبب لنا مشاكل صحية بالمعدة أو أوتو إميون ديسيزز مثل الكرون أو إلى آخره. يعني حتى كل الأوتو إميون ديسيزز، يعني الكرون، الاي بي اس إلى آخره، هودي الأمراض هي كمان مربوطة بكثرة التفكير والرومينيشن. يعني هي كمان كثرة الرومينيشن والقلق والتفكير والستريس بتخلي الكرون تهب، لأنه الكرون كمان اتز ان انفلاماتوري ديسيز. أوكي؟ واضح الجواب؟ في غير أسئلة؟ أو هلأ هون بدنا نميز من نقطة تانية مختلفة، يلي هو الشيء نحن بنسميه illness anxiety disorder. شو illness anxiety disorder؟ هو لما أشخاص إذا طلع لها حبة بجبينة بتبلش تفكر إنه أنا معقول يكون عندي كانسر. أوكي؟ أو أشخاص بتحس إنه لازم عطول ضل تشيك حالة، تشيك جسمها، ضل تعمل فحوصات طبية لتأكد إنه منا مطورة مرض. بهيدي الحالة نحن بنعمل فحوصات طبية ما عندنا ولا مرض جسدي، هو قلق. أوكي؟ هيدا is an anxiety disorder. ضروري نحن نكون عم ننتبه لها ونميزها، لأنه هيدا كمان بتتعالج. سو هون أنا ما عندي مشكل صحي، أوكي؟ وأنا ما عندي قلق أني يكون عم طور مشكل صحي. هيدا مهم نكون نحن عارف. أوكي؟ وحتى نختم، أوكي؟ رح نختم بالكيس يلي هي كل شيء بلش فيها بالأساس، يلي هي conversion disorder. Okay. So conversion disorder. How the rare cases. وأنما ببداية علم النفس واحدة من الكيسز يلي فرويد عالجها، فرويد كان نورولوجيست، يعني كان طبيب أعصاب. تقدم له شخص كان عنده مشكل جسدي، عمل كل الفحوصات الطبية، اكتشف إنه ما في عنا سبب جسدي. بهيدي الحالة قدم له متابعة نفسية والعلاج النفسي خلى العوارض الجسدية تختفي. ليش حبيت اختفي؟ ليش حبيت أنا أختم فيها مش بلش فيها؟ لأنه اليوم ما بدنا نحن نوقع بالفخ إنه حيلا شيء منحسه بجسمنا هو سببه نفسي. أوكي؟ في كتير كيسز أسبابها نفسية، وفي كيسز الأسباب النفسية بتعجل فيها. أوكي؟ بس اليوم نحن بداية نعمل فحص طبي. إذا الفحص الطبي فرجينا بأنه ما عندي أسباب طبية، ساعتها بيجي بقول أنا أسباب هي نفسية يلي فيها تكون a conversion disorder مثل ما نحن عم نقول أو شيء تاني. يعني رح أعطي مثلا الأكزيما. أوكي؟ الأكزيما الكل بيعرف أنه الأكزيما
الستريس والفراستريشن بتعمل له اكسلريشن وبتعجل فيه. بس هالشي ما بيخليني اقول انه كل حد عنده اكزيما سبب الاكزيما عنده هو نفسه. اوكي، بس اللي فينا ناكده كمان انه كثير من الاشخاص اللي عندها اكزيما المتابعه النفسيه بتخفف البريشر عليها، اوكي، والستريس بيزيد للاكزيما. بنعرف انه في اشخاص معينين على الستريس بيعملوا اكزيما. ديل conversion disorder شو هي؟ How the rare cases بس كمان منشوفهم. اوكي، لأسباب نفسية في وظائف معينة بجسمها ما بتعود تشتغل بطريقة دراماتيك، يعني أشخاص فجأة ما بتعود تحكي أو أشخاص فجأة ما بتعود قادرة تمشي. بينعمل تقييم طبي بيقولوا لهم ما عنا تفسير طبي، ننصحيك تكوني عم بتشوفي أخصائي نفسي. أوكي، وهون منشوف هل معقول يكون في سبب نفسي معين تحول ليبين بالجسم. أوكي، يعني معقول يكون في سبب نفسي معين، شيء ما عم قوله ما عم عبر عنه، سر معين، شيء كابته بيني وبين حالي ما حدا غيري بيعرفه. أوكي، يمكن الصعوبة معينة بالتحرك، قرار بدي أعمله عم خاف أعمله، خطوة لازم أعملها. بهذه الحالات هود الاضطرابات النفسية بتبين بالجسم. أوكي، واضحة؟ طيب هلأ نحن ما بنخلص، فينا نضل على 3-4 ساعات نحكي عن هود المواضيع. أوكي، اللي أنا بدي جرب وصله، أوكي، بظن وصلت بطريقة كتير واضحة كيف الأمور النفسية فيها تخلي الحالة الجسدية تسوء أو تصير أحسن. أوكي، هي بكل الأمراض بكل المشاكل. أوكي، وفينا بغير جلسة نفوت أكثر بالتفاصيل، بس ما بدي من أول مرة نسبب صدمة لا ولا موضوع يعني من هودي القصص. هذا اللي بدنا نختم فيه، هل في علاجات؟ نعم، في كتير علاجات وهي كتير مختلفة وكتير منوعة. أوكي، العلاجات هي مثل ما الأسباب هي بايوسايكوسوشال يعني بيولوجية نفسية واجتماعية، المتابعة هي بتكون بيولوجية، يعني في تقنيات مثل ريلاكسيشن تكنيكس، مايندفولنس تكنيكس، بايوفيدباك إلى آخره، أو كل أنواع العلاجات اللي هي مالتي سنسري يعني مثل الأرت ثيرابي، ميوزك ثيرابي، بس أكيد اللي عم بيقدمها هو شيء علمي والشخص كفوق. هي كتير بتخفف التنشن يلي موجود بالجسم. أوكي، يعني المهم اليوم انه انا هالقلق يلي جوات يكون عم عبر عنه وعم يطلع. عشان كده في كتير دراسات عم ترجع تقول انه التكنيك اللي كانت الناس تعملها من قبل يلي هي الجورنالينج، انه الناس تكتب افكارها، تكتب يلي زعجها، قد ايه هيدا الشيء بيساعد. اوكي، بس هالشيء بيساعد اذا مش بس بكون عم بكتب شو عم فكر، بكون كمان عم بكتب قصص ايجابيه، يعني اللي هو الجراتيتود، يعني يكون عم شوف انا بكون عندي عرفان جميل على 3 امور ايجابيه عم بتصير معي كل يوم، يعني يكون عم بكتب جورنالينج للامور السلبيه بنفس الوقت اكتب الجراتيتود للامور الايجابيه. اوكي، اذا هيدا كتقنيات بيولوجيه. ببعض الحالات اذا بيكون العوارض الجسديه مرة الستريس كثير متقدمه، فينا نلجأ لبسيكيات لطبيب نفسي لناخد دواء، لأنه هالشي في خفف كتير العوارض يلي هي إذا بقيت بالجسم فيها تكون سيئة. أوكي، وإنما كمان في كتير تقنيات بالمتابعة النفسية موجودة. لما ذكرتهم هون أنا لأنه عمليا كل التقنيات بتمشي. أوكي، اليوم في كتير تقنيات هي psycho organic treatments، هي تقنيات تعتبر انه الجسم بيعبر عن لغة اللاوعي. يعني اللاوعي لما يكون عندي psychological conflict من جوا جسمي بيعبر عنه بكل محل عنده meaning. وجع الظهر اذا سببه نفسي في عنده رسالة معينة، وجع المعدة عنده رسالة معينة، وجع الرقبة عنده رسالة معينة، الكتاف عنده رسالة معينة، في إلها تقنيات متابعة نفسية محددة. أوكي، نفس الوقت أكيد السي بي تي كتير إفشنت. أوكي، السي بي تي اللي بنشتغل على الأفكار،
كيف نفلتر الأفكار السلبية لنحولها ونكتشف الأمور الإيجابية بالأمور. أوكي، وأكيد كل السايكو دايناميك ثيرابيز اللي بتخلي الأنكونشس يعبر عنه ويطلع، هودي كمان تقنيات كتير ناجحة وفعالة. أوكي، الأكيد اللي فينا نقوله إنه الطب اليوم كتير تطور، وعالميا بكل المستشفيات الأكريديتد بيكون في أقسام متابعة نفسية، إنه هيدا الشيء مثل ما ذكرنا كتير بيخفف من البريشر على المريض وبيساعده إنه يا أما يشفى أو إنه يتفاعل مع العلاج بطريقة كتير أفضل. Thank you doctor. عنا سؤالين باركي قبل ما ننقل على الروم، من شو ونرجع ننقل. عنا يعني شخص عم بيقلنا my mother has illness anxiety disorder and it's causing me so much stress, what can I do؟ يعني هون دكتور بس تنرجع to circle back كيف نهيت الحلقة، يلي اليوم منا صار واعي انه ستريس مسبب لأشياء جسدية وأمراض جسدية، كيف فينا preventively نوقف قبل ما يصير عنا مشاكل جسدية، كيف فينا نعالج قبل؟ كيف فينا نعالج قبل يعني مثل هيدي الكيس، انه عارفة الشخص هلا عارف الالنس انزايتي، هلا هو في يعرض عليا انه هي تكون تشوف حدا للتعالج. اوكي، هلا اذا هي ما بدها بتعتبر انه هيدا شيء يعني لا ولا شو، اوكي بدي افهم انا انه اتظهر ديفنس ميكانيزم، بدي افهم انا انه هيدي طريقتها هي لهي تتفاعل مع الضغط بحياتها. يعني اليوم في اشخاص هي بتحب يعني تذمر اوكي او القلق الجسدي اللي عندها هي طريقتها لتتفاعل مع المخاوف والقلق يلي هي فيه. يعني من محل بدي انا اتقبل انه it's her way to deal with the stressors in her life، هي هيك اوكي، بدي اخلق انا مثل emotional distance بيني وبينه. يعني انا ماني مضطر اذا هي عندها هيدا القلق والسرسال انه انا اكون عم باخذ كل مليترالي. لما انا افهم انه هيدا مشكل مش هي سببه مش بايده، اوكي هي عم تعاني من هيدي المشكل، انا بدي اتقبلها بدي افهم انه هيدي طريقتها وبدي عن جد اتقبلها مثل ما هي، وانا اخلق هيدا الديستنس انه الافكار اللي عم بتقولها انا ما اخذها بيرسونال لالي، هالشي بيساعدني اعيش بسلام مع هيدا الموضوع. اوكي أنا بعدني عايشة مع أهلي وإخواتي مزوجين وبيجوا لعنا بيبقوا بين 4 و7 أيام وعندهم أولاد، وأغلب الأوقات ببقى بحالة ستريس. أوكي أكيد يعني إنه هيدا يعني مشاركة بدنا يعني الأكيد إنه لازم كل واحد يلاقي مثل باج أوف تول يلي بيساعدونا نخفف الستريس. أوكي يعني اليوم بده كل شخص لقى التقنيات تبعه اللي هي بتخليه يتفاعل مع الأمور السلبية والستريس بأقل ضرر ممكن. يعني أنا بدي أخلق التقنيات يلي هي لألي. أوكي اليوم أنا بدي أفكر إذا أنا عارف إنه هني رح يجوا ويقعدوا عندي 4-5 أيام، أوكي؟ شو التقنيات اللي أنا بقدر أعتمدها لأنا أكون عم بمرق بسلام، أوكي؟ هودي بظن في كتير حلقات نعملوا عسينا عن الستريس مانجمنت، أوكي؟ بس إنه نحن اليوم عم نركز شوي على الأمور الصحية، لأنا على طول بقوله لازم أنا أخلق التقنيات تبعي اللي هي successful coping mechanisms. okay. وأنا بنصح يلي عم يحضروا معنا عسيرة كنا عم يعملوا شوية readings بيلاقوا كل التكنيكس. يعني اليوم في كتير resources online بيخلونا نطور coping mechanisms coping skills. okay. alright.
طب خلينا ننقل سوا thank you لهال هيك wealth of information وكيف إنه يعني اليوم فهمنا أكثر جسمنا بشو بيتأثر والعكس كمان مثل ما قلت يعني مرات كمان أمراضنا وحالتنا الجسدية قدي بتأثر على صحتنا النفسية قدي لازم نهتم فيها. أنا بس رح فرجي كيف ننقل على الروم وخلينا ننقل أنا وياك. سو مثل ما حكينا نحن روم سيف سبيس وين فيكم تفوتوا ونسمعكم إذا بتحبوا تشاركونا لايف أو كمان تكتبوا لنا أسئلتكم أنونيمسلي تتفاعلوا أكثر مع دكتور توني يمكن تسألوه دايركتلي ونسمع خبرات غيرنا. سو أنتوا هلأ بالراوند تيبل لازم تطلعوا من الناس وتكبسوا على الأرو يلي فوق وبترجعوا على المين مانيو مثل بالصورة الثانية. هون ببين أنه عنا مين راوند تيبل وان آن وان ورومز. سو منكبس على رومز وعندكم خلقنا أوضة سبيسيفيكلي لهيدا الموضوع. Are my thoughts making my body sick؟ نقله معنا على الروم تنكفي حديثنا مع دكتور توني يلي عنده أسئلة بيقدر يسأله إياهم دايركتلي. Thank you so much دكتور. رح ننقل سوا وأنا رح وقف التسجيل. Thank you. Yeah.